صاحب الدولة دكتور عدنان، أصحاب المعالي والعطوفة، الحضور الكريم، بدأ أود أن أشكر مؤسسة عبد الحميد شومان على سعيها الدؤوب لتكريم العلماء وتشجيع الإبداع والابتكار بكافة أشكاله وفي كافة الميادين. وطبعا الشكر خاص للأخت فالنتينا على متابعتها الدائمة والدؤوبة. نحن اليوم في صدد الجلسة الثالثة لتكريم الأستاذ الدكتور موسى الناظر، الذي رسخ قواعد العلم الرصين الذي يشجع الإبداع والابتكار وامتلاك المهارات العلمية والحوارية. طبعا في هذه الجلسة سيتناول المتحدثون بصمات الدكتور موسى الناظر في الأكاديمية والبحث العلمي. طبعا أول متحدثين لدينا الأستاذ الدكتور سليم صبري، سوف يتناول بعد دكتور موسى المعلم الإنسان. دكتور سليم صبري حاصل على الدكتوراه في الكيمياء العضوية الفيزيائية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس UCLA سنة 1972. له خبرة واسعة في مجال التعليم والإدارة الجامعية والبحث العلمي في الجامعة الأردنية وجامعات المنطقة العربية والعالمية. لديه ما ينوف على 100 بحث ومنشور علمي، وأشرف على ما يزيد عن 50 رسالة دكتوراه وماجستير في مجال تخصصي. فتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. طلب مني عنوانا للكلمة التي سألقيها بهذه المناسبة الكريمة، فلم أتردد كثيرا في اختيار هذا العنوان: المعلم الإنسان. فالأستاذ الدكتور موسى الناظر معلم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان سامية ومن فحوى عظيم في قاموس هذه الأمة العظيمة، وهو إنسان بكل معنى الإنسانية من أدب وكرم وخلق وصدق ونقاش هادئ واحترام للغير ووفاء للأصدقاء. ومهما كتبت أو تحدثت عن الأستاذ الدكتور موسى فلن أوفيه حقه، فهو قامة من قامات التربية والتعليم، كما أنني لن أتحدث عن موسى الطالب المتميز في الجامعة الأمريكية في بيروت في مرحلة البكالوريوس والماجستير، والطالب المبدع في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا عن الدكتور موسى الشاب المتقد حماسة للعمل في تأسيس قسم الكيمياء بالرغم من حداثة كلية العلوم في الجامعة الأردنية. كما أنني لن أتحدث عن سيرة الأستاذ الدكتور موسى في بناء وتطوير قسم الكيمياء والمناهج في وزارة التربية والتعليم. لذا يسرني ويسعدني أن أتكلم عن محطات لي في مسيرتي بقسم الكيمياء وبرفقته لمدة تجاوزت 40 عاما. المحطة الأولى: تعييني في الجامعة الأردنية والتعرف على الدكتور موسى. كنت طالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، وعندما ناقشت رسالة الدكتوراه وحسب رغبة عائلتي بأن أعود إلى أرض الوطن
وفي ذلك الحين أخبروني عن الجامعة الأردنية وأنني أستطيع أن أراسل رئيس الكيمياء هناك الدكتور موسى الناظر. وفعلاً كتبت رسالة للدكتور موسى عن رغبتي بالتعيين، مع أنه لم يكن عندي أي معلومات عن الجامعة الأردنية. وجاءني الرد سريعاً من الدكتور موسى، وفوجئت بسرعة تعييني محاضراً في قسم الكيمياء إلى حين إحضار واستلام شهادة الدكتوراه. حينها أيقنت أنه يعرف ما يريده لقسمه من تخصصات ويستشرف المستقبل، وعلمت لاحقاً أن من أسباب تعييني كان التفكير في إنشاء كلية للطب والبدء في الدراسات العليا الماجستير في الكيمياء، وأن دكتور موسى أصر على أن يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس للبدء في هذين البرنامجين. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أننا أمام إداري ناجح متميز يخطط للمستقبل وحريص على قسمه وجامعته. قابلت الدكتور موسى، ومن أول لقاء شعرت بالطمأنينة من نظراته الدافئة المتقدة ذكاء، وقمت حسب طلبه بإجراءات التعيين ومتطلباتها بكل سهولة ويسر. ففي تلك الأيام كانت الثقة ومنح الصلاحيات سمة التعامل. سلمني مهامي وأن أبدأ بالتدريس في اليوم التالي، وكان أول محاضرة لي لطلبة الدراسات العليا، وكان هذا بدء البرنامج. ارتبكت لبعض الشيء لأنني لم أحضر كتبي وكافة مستلزماتي، ولكنني لمحت الإصرار في محياه وأيضاً الثقة بأنني سأقوم بالواجب، فتوكلت على الله وبدأت التدريس. كان هذا اللقاء الأول درساً لي في حياتي العملية، أنه لا مستحيل مع مشيئة الله والثقة بالنفس والعمل الجاد للوصول للأهداف التي يرسمها الإنسان لتطوير ذاته ومجتمعه. وبهذه المناسبة فأن برنامج الماستر بالكيمياء كان البرنامج الأول في الأردن، وقد تخرج منه العديد من الطلبة الذين أوفدتهم الجامعة الأردنية وبعض الجامعات الأردنية، ومنها جامعة اليرموك الذي كان يحرص الدكتور عدنان بدران أن يأخذ طلبة قسم الكيمياء لإيفادهم إلى جامعات عالمية والعودة للتدريس في تلك الجامعات. وهذا إن دل عن شيء فإنه يدل على حسن استشراف المستقبل والتخطيط له. المرحلة الثانية التدريس مع الأستاذ الدكتور موسى. قمت بتدريس مواد قسم الكيمياء من السنة الأولى وحتى الدراسات العليا، وكان الدكتور موسى عادلاً في توزيع نصاب كل مدرس في القسم، ولكنه كان يهتم كثيراً بطلبة السنة الأولى في القسم ويحرص على الاجتماع بهم وبمدرسيهم لمتابعة أوضاعهم ومناقشة أفضل السبل لتدريسهم. وكان يؤمن بأن أول لقاء لطلبة السنة الأولى هو انطباع يأخذه الطالب عن قسمه وعن جامعته. وبازدياد عدد الطلبة اضطر القسم لتشعيب الطلبة، وكان من حسن حظي أن أدرس مع الأستاذ الدكتور موسى مادة الكيمياء العضوية لطلبة الكيمياء، وكان لكل منا شعبة، وكانت بالنسبة لي تجربة ممتعة فريدة أن أتعرف عن قرب على الدكتور موسى وعن تفكيره والطريقة المثلى لتدريس هذه المادة. فكنا نجلس سوياً، وكنت تلميذاً أنصت وأسمع وآراء حكيم يشرح فيها أسلوب التدريس وكيفية معاملة الطلبة وكذلك كيفية وضع الأسئلة. وكان يحرص أن يكون المدرس معلماً لا ملقناً،
وأن يراعى أن تكون الأسئلة تكشف مدى فهم الطالب للمادة لا حفظها. المحطة الثالثة: الإشراف على تأليف كتب الكيمياء في وزارة التربية والتعليم. كان لي شرف المشاركة مع الأستاذ الدكتور موسى بالإشراف على تأليف كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية، وقد تعلمت الكثير كما تعلم المؤلفون من رؤية الأستاذ الدكتور موسى في طريقة التأليف، وبرأي المتواضع كما هو رأي معظم مدرسي الكيمياء في الوزارة آنذاك أن هذه الكتب كانت من أفضل ما قدم للطلبة لتعلم مادة الكيمياء من طرح للفكرة وكيفية وضع أسئلة لمعرفة مدى استيعاب الطالب للفكرة ثم عمل تجربة عملية لترسيخ المفهوم. ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه عندما تقرر تدريس المادة العملية للسنة الأولى في قسم الكيمياء كمادة مستقلة، انبرى الأستاذ الدكتور موسى لوضع الأساس لها، وكان لي شرف المشاركة معه في تأليف تدليل التجارب العلمية لهذه المادة، فكان الأسلوب المتبع مقدمة نظرية ثم تسلسل في خطوات عمل التجربة ثم أسئلة لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمفاهيم النظرية لهذه التجربة. وكان الأستاذ الدكتور موسى يصر على أن تجرى التجربة من قبل كل من يدرس هذه المادة من أساتذة وطلبة دراسات العليا. وبالمناسبة كمان دقيقة دكتور، بقي عدة سنوات يدرس في أقسام الكيمياء في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة. المحطة الرابعة: العلاقات الإنسانية والاجتماعية. كان الأستاذ دكتور موسى حريصاً كل الحرص على أن يجعل قسم الكيمياء بيتاً للجميع وأسرة واحدة، وكان يحرص في نهاية كل عام دراسي دعوة خريجي القسم وأعضاء الهيئة التدريسية إلى بيته لتهنئة الخريجين من جهة، ولإشعار الخريج بانتمائه وارتباطه ارتباطاً وثيقاً بأسرة قسم الكيمياء. ولترسيخ هذا المفهوم تم اقتراح إنشاء رابطة خريجي قسم الكيمياء التي رعاها حق الرعاية، فكانت هذه الرابطة منفذاً للقسم إلى المجتمع وخاصة مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث كانت تقوم سنوياً زيارة المدارس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وتقيم معرضاً علمياً تجرى فيه التجارب العلمية أمام الطلبة. كما كانت الرابطة تساعد القسم في تنظيم المؤتمرات وتقوم بالاتصالات مع الصناعات المختلفة. وقد كبرت هذه الرابطة وتطورت إلى أن أصبحت الآن باسم الجمعية الكيميائية الأردنية، والتي تضم كل الجامعات الأردنية، والتي تقوم بالنشاطات المتعددة. ولئلا تضيع فكرة الأسرة عند الأستاذ دكتور موسى، فلم يلغي رابطة خريجي قسم الكيمياء خاصة في الجامعة الأردنية، بل بقيت كتجمع للخريجي القدامى تقوم بلقاءات اجتماعية دورية. والدكتور موسى حريص في موسم الزيت والزيتون بإهداء أصدقائه ولو قليل من الزيت، وبالورود في موسم الربيع وأشياء أخرى كثيرة. بعد هذا أقول شكراً لك أستاذي وأخي الكبير أبو زهدي على كل ما قدمته لي لأكون ناجحاً في التدريس وفي أبحاثي وفي إدارتي وفي علاقتي الإنسانية، وشكراً لما قدمته من عطاء متميز لقسمك قسم الكيمياء وجامعتك وزملائك وطلبتك ومجتمعاتك. بارك الله بك وجزاك الله كل خير ومتعك الله بالصحة والعافية. ولازم أشكر فالنتينا، الكل بشكرها وهي تلميذتي يعني، فلذلك شكراً للتلميذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألف شكر دكتور. الآن نحن مع المتحدثة الثانية الأستاذة الدكتورة أمل العبودي، وسوف تتناول الدكتور موسى الناظر في نظر طلابه. دكتورة أمل العبودي حاصلة على الدكتوراه في الكيمياء العضوية من الجامعة الأردنية سنة 2001، لها خبرة واسعة في مجال التعليم والبحث العلمي في الجامعة الأردنية، ولديها ما يزيد عن 20 بحثاً علمياً، وأشرفت على عدة رسائل دكتوراه وماجستير في مجالها العلمي. تفضل. شكراً دكتور نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، الأصدقاء الكرام، عائلة الدكتور موسى الناظر، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. بدايةً أود أن أعرب عن امتناني لمؤسسة شومان، وأخص السيدة المتألقة دوماً فالنتينا قسيسية وفريق العمل على جهودهم الرائعة في تنظيم هذا الحدث. ويشرفني أن أشارك في هذا اليوم وفي هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب منا استحضار كل ما فينا من عزيمة وإيمان بالنصر القادم إن شاء الله. نجتمع اليوم لنكرم معلماً عظيماً بنى فينا هذه العزيمة وزرع فينا الأمل وأعدنا لما هو قادم من الأيام. يقال كاد المعلم أن يكون رسولاً. كم ترددت هذه الكلمات في أذهاننا مخلدة تأثير المعلم الذي لا يضاهى، وكنا نعتقد أننا نفهمها، ولكن مع الأيام يتبين لنا أن معانيها تتعاظم وتتعمق وتجعلنا ندرك أن تأثير المعلم يمتد عبر الأجيال كأمواج لا تتوقف، يزرعها بذرة يرعاها لتنمو وتنقل رسالة العلم والحكمة من جيل إلى آخر. وقد كان لي الشرف والحظ الكبير أن أتتلمذ على يد الأستاذ الدكتور موسى الناظر وعلى يد طلبته، وأن أكون جزءاً من الذين تلقوا رعايته وإرشاداته القيمة. ذات يوم استضفنا في قسم الكيمياء أحد أصدقاء الدكتور موسى، وكان ضمن خريجي هارفارد من الحاصلين على جائزة نوبل في الكيمياء. سألته بخجل: ألم تندم على عودتك المبكرة من عملك في هارفارد؟ هل تتمنى أن يعود بك الزمن للحظة اتخاذ قرار العودة؟ عندها لمحت ابتسامة حنونة على وجهه، وبصوته الهادئ أجاب: أنتم أهم من كل الجوائز، وأعظم إنجاز لي هو أنتم من ستحملون الرسالة وستكملون البناء. شكراً لهذه الثقة دكتور موسى. هكذا يروي الدكتور موسى قصة عودته عام 1965، قصة امتحان حياة وتحد. عندما قررت العودة شعرت بأن كل مجهود على أرض الوطن سيحمل قيمة ومعنى، وسيكتسب أهمية خاصة نابعة من مكانته والحاجة إليه، وسيساهم في بناء الأساسات للتعلم والتعليم والتقدم. كانت أولوياتي ودوري وأهدافي واضحة. بدأت رحلتي بثقة ويقين. وأذكر أيضاً أننا نظمنا في كلية العيوم يوم الخريج، بدأنا بدعوة الأفواج الأولى من الخريجين، ولا بد لي أن أذكر هنا أن معظمهم قد أصبح قيادياً متميزاً في موقعه، سواء في تطوير القطاع الخاص أو العام وإنشاء الصناعات الأردنية، أو في مجال التخطيط الاستراتيجي والسياسي للوطن، أو ترأس إحدى الجامعات. وكم كان شعورنا بالفخر عظيماً للمساهمة الكبيرة التي تميز بها قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية في بناء الاقتصاد والتعليم العالي في الأردن. ومما لا شك فيه أن وجود قائد ومعلم كالدكتور موسى كان له أكبر الأثر والفضل في هذا النجاح.
عودة إلى يوم الخريج وما حصل لحظة تقديمي لكلمة الدكتور موسى، حيث وقف الحضور وضج مدرج الحسن بالتصفيق في موقف تلقائي مؤثر عبر فيه الخريجون الأوائل بكل عفوية عن شعورهم تجاه معلمهم. وسوف تعرفون أكثر في الجلسات القادمة من أوائل الخريجين أنفسهم. وكما رعى الدكتور موسى القسم في بداياته، فقد عمل على تأسيس لأعضاء هيئة التدريس المستقبليين وأنشأ برنامج الماجستير وسهل الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه والعودة للعمل في القسم. وكانت هذه المجموعة شكلت الجيل الثاني من أعضاء الهيئة التدريسية الذين حملوا الرسالة وأكملوا المسيرة بكل تفان وإخلاص. ويمتد نور العطاء لدى الدكتور موسى ليشمل التخطيط والإعداد لتأسيس جامعات أردنية واعتماد البرامج ومساهمات في مجال التعليم ومناهج الكيمياء على مستوى الأردن والأقطار العربية والمؤسسات العالمية، والمشاركة بأي نشاط أو مبادرة تخدم الهدف الرئيسي، وهو بناء إنسان مفكر ومنتم يساهم في رفعة الوطن والإنسانية جمعاء. لقد شارك الدكتور موسى في أعمال مؤتمرات اليونسكو، كما ساهم في تنظيم عدة مؤتمرات دولية، لعل من أهمها المؤتمر الأوروبي الآسيوي في العلوم الكيميائية، والذي يعتبر واحد من أنجح المؤتمرات ضمن هذه السلسلة العالمية، حيث استضاف ما يقارب 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الكيمياء وعشرات العلماء المتميزين في هذا المجال. ولعل النشاط الأقرب لقلبه ويمده بسعادة خاصة هو رعايته لطلاب المدارس بكافة المستويات، فلا يترك فرصة إلا وزارها ملتقياً بالطلاب ملت نعومة أظفارهم ليكون ملهماً ومحفزاً لهم. ولعل مشاركاته في نشاطات مؤسسة شومان ورعايته لمشروع علماء المستقبل لبعض الأمثلة على ذلك. إن الحديث عن مساهمات الدكتور موسى يطول ويطول، ولكنني أحب في هذا المقام أن أذكر شيئاً من رحلتي مع المعلم والمربي والموجه الأستاذ الدكتور موسى الناظر. دخلت المحاضرة الأولى بحياد كامل، لم تكن الكيمياء العضوية من مواضيعي المفضلة، بل وكنت أجدها موضوعاً جافاً يحتاج للحفظ، مليئاً برسومات معقدة تصلها أسهم تشير لروابط بينها. وبدأت عملية فك الطلاسم من تفكيك وتركيب وطرح أسئلة، وكان الجزء الأصعب هو انتظار الجواب. لم نكن قد اعتدنا على دورنا التفاعلي بعد، وكان السؤال يتبعه سؤال آخر يحمل في طياته إضاءة لطريقة التفكير للوصول إلى الإجابة، وما بين سؤال وآخر يحفزنا لنفكر ويربطنا بالموضوع شيئا فشيئا، حتى يصبح البحث عن إجابة شغلنا الشاغل وتبدأ مرحلة البناء ونكون شركاء بالمعلومة لا متلقين لها. وتقدم مقعدي في المحاضرة من الصفوف الأخيرة إلى الصفوف الأولى، وجدت نفسي متعلقة بالموضوع، أعود للبيت وكل رغبة وتحد لإيجاد أجوبة، وصارت الكيمياء العضوية ضمن دائرة المواضيع التي تحتاج مني البحث والمعرفة. تخصصت بها وأصبح الربط بينها وبين جوانب الحياة المختلفة متعة معرفية. دقيقة كمان. دعوني أقفز عن تأثيرات الكبيرة وذكريات الطويلة مع الدكتور موسى إلى سحر النرجس. إن من يعرف علاقة الدكتور موسى بالزراعة والزهور تحديداً لا يستغرب أبداً إذا قيل أن رعايته لطلابه أقرب ما تكون لرعايته لحديقة الزهور في منزله، يتابعها بكل حب وانتباه، يزيل ما قد يؤثر عليها سلباً ويوفر لها ما تحتاجه من ظروف لتنمو بشكل أفضل. في مثل هذا الوقت من كل عام نترقب زيارة أستاذنا بكل شوق، يأتينا وهو يحمل كيساً صغيراً ويضعه على الطاولة بتأني، وبابتسامته الحنونة يمد يده ليخرج باقات النرجس، وقد حان موعد مشاركتها مع أصدقائه وطلابه.
كل زهرة تروي قصة رعاية المعلم لطلابه، قصة حب وعطاء واحترام مرسومة بألوان الفرح والأمل. لقد ترك أستاذنا الدكتور موسى بصمة لا تمحى في قلوبنا وأثراً كبيراً في حياتنا وطريقة تفكيرنا، وأقول له بكل اعتزاز وكلمات لا تكفي، لقد علمتنا أن المعلم صاحب أسمى رسالة، وأن العلم والأخلاق هما الأساس لنهضة الأمة، وأن تحديد الهدف مقترناً بالتصميم والعمل المخلص هما الأساس للنجاح والانتصار. شكراً دكتور موسى على كل ما قدمته لنا وعلى هذه الثقة والبناء الذي وضعته لنا. وفي النهاية تقبل الله شهدائنا في فلسطين وجعل دماؤهم اللبنة الأولى للتحرير إن شاء الله. شكراً لكم. شكراً دكتورة أمل. المتحدثة الثالثة الأستاذة تمارا الزمر، وتتحدث عن بصمات الدكتور الناظر في شخصيتها. الأستاذة تمارا حاصلة على الماجستير في الموهبة والإبداع من جامعة البلقاء التطبيقية سنة 2022، وعلى البكالوريوس في الكيمياء العضوية من الجامعة الأردنية سنة 2005، وهي تدرس مواد الكيمياء والعلوم لعدة صفوف مدرسية، واشتركت في العديد من لجان التحكيم ولجوائز علمية لطلبة المدارس، وحصلت على العديد من الجوائز من جهات عالمية ومحلية لتميزها. تفضل. شكرا لك دكتور. دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، أستاذ الدكتور موسى الناظر وعائلته الكريمة، عائلة مؤسسة عبد الحميد شومان، أساتذتي ودكاترتي في الجامعة الأردنية، أنا يعني شعوري حاليا مختلط لأنه معظم دكاترة القسم الناس اللي بنونا، يعني أنا أقف أمام من صنعني الآن، فالموقف جميل وبنفس الوقت مربك. الحضور الكرام كلهم باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في علم الفيزياء هناك ظاهرة الانزياح نحو الأحمر، كلنا بنعرفها، والمجرات تنزاح نحو الأحمر. شاشات الأخبار حالياً في أوطاننا تنزاح نحو الأحمر، وحتى يعود العالم المجنون إلى وضعه الطبيعي الهادئ، نحن نحتاج من ينزاح ويزيح كل من يعرفه نحو الأخضر والأزرق، نحو الأخضر في العطاء ونحو الأزرق في الأخلاق وفي الإنسانية. والدكتور موسى الناظر هو خير مثال، وأكثر من عرفته ممن ينزاح ويزيح كل من عرفه نحو أخضر العطاء وأزرق الإنسانية. طبعاً كثير من الكلام بدي أحكيه الدكتورة أمل سرقته كله، الكثير مما سأقوله، وهذا يدل على أن البصمات واحدة. عندما هاتفتني الأستاذة المنسقة لهذا التكريم طلبت مني عنواناً لورقتي البحثية لتثبته في البرنامج، أول ما خطر في بالي عندما سمعت اسمك دكتور موسى هو أثرك وبصمات شخصك في تشكيل الخطوط العريضة لهذه الأنا التي تمثلني اليوم، فعنونت الورقة بصمات دكتور الناظر في شخصيتي. وفي النهاية أنا عينة عشوائية من الطلاب، وبالعلوم العينة قد تمثل أو تمثل لابد أن تمثل جزء من الكل، وقد أكد ذلك ما طرحه المتحدثون قبلي. تعرفت إلى شخصية الدكتور موسى الناظر في سنة الجامعية الثالثة عام 2002، فقد كنت إحدى طلبته في مادة الكيمياء العضوية المتقدمة، وكما حدث مع الدكتورة أمل بالضبط لا زلت أذكر محاضرتي الأولى. دخلت قاعة المحاضرات فوجدت محاضرا وقورا يتحرك بتأودة ويتحدث بصوت هادئ
وبتسارع بسيط وبطيء. فضلت وقتها أنا السريعة الملل كثيرة الحركة، أنا بوصف حالي أنه عندي فرط حركة، فضلت أن أجلس في مقعد من الصفوف الخلفية ليتسنى لي اكتشاف الوضع. بدأ المحاضر الشرح واستخدم السبورة بطرح مثالين انتقل بينهما بهدوء شديد دون أن يوجهنا إلى كتابة التلخيص، وقد كنا معتادين عادة على كتابة تلخيص حتى نعود إليها وقت الاختبار. وأشار إلينا في نهاية المحاضرة أن المادة يجب أن نجمعها من القراءة المعمقة في الكتب التي أوردها في خطط المادة الموزعة علينا أو في غيرها. ولتكتمل الصدمة، نبهنا المحاضر يومها أنه يتبنى سياسة الاختبارات القصيرة الدورية إضافة إلى الاختبارات الجامعية المعتمدة في الأجندة الجامعية، فكانت هاي كمان صدمة. توالت محاضرات الكيمياء العضوية المتقدمة والمادة تتدرج نحو الزخم والعمق، وأنا تدرجت في مقعدي في المحاضرة من الخلف إلى وسط القاعة، ثم صرت أتعمد أن أحضر مبكراً لأحجز مكاناً في الصف الأول. فقد كان الدرس الأول الذي تلقيته من الدكتور موسى أن العبرة ليست في علو صوت المدرس ولا في تلوين طبقاته، إنما العبرة كلها في الكلام ذاته ومقدار ما يحمل من علم وأثر. كانت طريقته في تدريس العضوية متميزة، أخرجتنا من نمط الحفظ ومجرد التطبيق إلى التحليل والتنبؤ بنتائج التفاعل اعتماداً على السلوك العام للذرات والمجموعات الوظيفية في المركبات العضوية. وصارت أصعب المهمات التي كنا نخاف فيها أن ننسى الناتج، صارت هذه المهمات مهمة ممتعة، لأنك تستطيع بناءً على ما تعلمت أن تضع فرضيات للنواتج الممكنة ثم تختار الأكثر منطقية منها. أما قصة الاختبارات القصيرة هذه قصة أخرى، لم تكن مجرد وعيد زائف بل سياسة طبقها الدكتور الناظر معنا في محاضراته. تدرجت علاماتي قط دينيكم من 0 إلى 4 إلى 6 ثم 10 10 10، ولعل هذا التدرج يعكس تطور مدى تطور نمط التفكير لدى الطالب خلال الفصل الجامعي، حيث كانت الأسئلة تصاغ وتبنى بطريقة ذكية لتقيس مهارة محددة ولا تعتمد على الحفظ فقط، بل كانت من نمط الاختبارات التي تجعلك تحك دماغك ليمارس التفكير بمهاراته المتوسطة والعليا. وأعترف أن في حلها لذة خاصة. وهكذا فقد تعلمت أن أكون خلال مسيرتي التعليمية كمعلمة فيما بعد أعتمد على بناء الاختبارات بطريقة تنصف الطلبة وترتقي بنمط التفكير لديهم نحو الأفضل. انتقلنا بعد ذلك إلى لاب السيستماتيك، وكان أجمل اللابات على الإطلاق وكان أعمقها تعليماً. تعلمنا فيه من الدكتور الناظر كيف نحلل الأسئلة المعقدة ونفتتها إلى أسئلة صغيرة تدريجية تدريجية تدريجية. كنا إذا رحنا نسأل الدكتور ما يجاوبنا، كان يقول طب ماذا تفعل هذه المجموعة، ثم ماذا، ثم توقعي، ثم وهكذا، فيحول السؤال الكبير إلى مجموعة صغيرة مفتتة من الأسئلة الاستقصائية الموجهة، فتتمكن أنت من ربط هذه الإجابات معا وتتوصل إلى إجابة السؤال الشائك. بالنسبة لي هذا غدا أسلوب حياة للتفكير، وغدا طريقة ممتازة لأنقلها للأجيال التالية في تدريسي. في نهاية المادة في الاختبار النهائي لمختبر السيستماتيك مر بنا الدكتور موسى حتى يطمئن علينا، قال لنا جملة لا زالت ترن في أذني، قال لنا: فكروا جيدا، خذوا وقتكم في التفكير، لأن اللحظة التي ستبدأون فيها بكتابة الإجابة عن السؤال سيتوقف فيها الدماغ عن التفكير. وهذه حكمة بليغة. كتب لي الدكتور موسى في دفتر تخرجي: كنزكم في عقلكم، قيمته فيما ينجزه وليس فيما يختزنه، امنحوه حرية الانطلاق،
دعوه يمارس ما يستطيع، وظفوه فيما ينفعكم وينفع غيركم. وهذه أيضا كانت قد نقول أنها خطة حياة، خطت جزء من مسيرتي فيما بعد. سأتخطى الفقرة الخاصة بالنرجس لأنه في حدا حكاها قبلي. سأنتقل الآن إلى الجانب الآخر من شخصية الدكتور موسى الناظر. إن كان يسهل على الطالب اكتشاف متانة الجانب العلمي لمعلمه سريعاً خلال بضع محاضرات، فإن عمق الروح الإنسانية وتواضعها ورقتها ليكشف في مواقف صغيرة تلقائية تجمعهما من باب الصدفة البحتة. وكثير من المواقف هذه خضناها ورأينا فيها الدكتور موسى الناظر، منها على سبيل المثال للحصر اختفاءه مرة خلال لابس سيستماتيك، ما لقينا الدكتور، كان فجأة اختفى، بعد قليل ظهر من غرفة المستودع ومعه جهاز تملأه الأغبرة. ما هذا يا دكتور؟ هذا جهاز لقياس درجة الانصهار، كنا نعتمد في ذلك الحين على قياس درجة الانصهار بطريقة ميكانيكية آلية، وكانت تأخذ وقت وجهد، ويبدو أنه قد تذكر بعض الأجهزة التي عندما جهزت المختبرات في الجامعة كانت موجودة. معظمها كان تالفاً، لأنه أنا بتعرف وأنا صغيرة يعني جديد، معظمها كان تالفاً في وقتي، ولكن هو استطاع أن يجد أن هناك جهاز أو اثنين لا زالا يعملان. نظفهما من الغبار، وصلهما بالكهرباء، وبدأنا بقياس درجة الانصهار باستخدام هذه الأجهزة. فعل ذلك بيده، لم يقل لأحد منا أو للمسؤول المستودع مثلا ابحث وافعل. فكانت هذه لفتة تعلم الطلاب الكثير. أيضا شخصية الدكتور كمان دقيقة دكتورة دقيقة واحدة أوكي. شخصية الدكتور موسى شخصية سمحة هادئة، لا أذكر ولا مرة خلال تعاملنا الممتد معه أنني رأيته ساخطا أو عابسا. قال لي الدكتور كمال أبو داري مرة ونحن نجهز للرحلة، وكان في هناك خلافات كثيرة، كل حدا بده يعني فلنقول أنه يجعل الأمور لصالحه، فأخبرته أن الدكتور موسى هو الوحيد حتى الآن الأمور ماشي معه تمام. قال لي الدكتور كمال يومها: يا تمارة، دكتور موسى يا بنتي يصدق فيه الحديث الشريف: رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وهذا ينطبق عليك تماما دكتوري موسى. سأختصر لأنه باقي دقيقة. خلصت؟ طيب، الختام سيكون حلوا لذيذا، لن أتحدث عن الزيت الزيتون، ولن أتحدث عن النرجس، سأتحدث عن شيء لم يتحدث عنه أحد آخر: مربى الأراسيا. دكتور موسى يوجد في حديقته شجرة يعتني فيها بنفسه ويصنع منها مربى لذيذ جدا، الحمد لله صح لي أكثر من مرة. فلم يبقى شيء لم نتعلمه من الدكتور موسى. برأيي الخاص هناك ثمت نوع من الجينات تختلف عن الجينات الوراثية التي نكتسبها من والدينا، أحب أن أسميها جينات اجتماعية، نكتسبها رغما عنا وبلا تخطيط مسبق من كل من اصطحبنا في رحلة هذه العمر مدة، ولامس الإنسان في داخلنا بحق. لذلك فأنا لا أقول إلا الحقيقة إذا قلت أن جزءا من الدكتور موسى الناظر موجود في كل شخص عرفه وتتلمذ على يديه. يعطيك الصحة والعافية ويضل ربنا ينفع فيك. شكرا يا دكتور موسى. شكرا جزيلا أستاذة تمارا. المتحدثة الرابعة والأخيرة لن تستطيع الحضور لتكريمها بجائزة كوين رانيا UK Learner Award 2024 الأستاذة إسراء خلف، والجائزة كانت بسبب تميزها في تدريس الكيمياء وأكسفورد ADA Outstanding Teacher A-Level Advanced Chemistry، وهي من طالباتك النجيبات. وشكرا جزيلا للجميع، شكرا لمؤسسة عبد الحميد شومان على دعمها المستمر.
والآن مفروض يكون في فيديو حسب ما فهمت. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. في البداية أود أن أعتذر من عدم تمكن الحضور شخصيا لأكون بينكم وأشارككم حفل تكريم دكتوري الأستاذ موسى الناظر، لكن لن أفوت هذه الفرصة علي، فاسمحوا لي أن أشارككم فيها بفيديو مسجل. الورقة بعنوان الباحث الإنسان منهجه العلمي وتفكيره الاستثنائي. اليوم عندما أتحدث عن البروفيسور دكتور موسى الناظر، لا أتحدث فقط عن الباحث والعالم أستاذ الكيمياء العضوية الذي ألهمني وأشرف على رسالة الماجستير الخاصة بي، بل أتحدث أيضا عن الإنسان والمربي والأب والملهم. لقد مر على بداية رحلتي مع الدكتور موسى الناظر أكثر من 20 عاما، اختفت كثير من تفاصيلها العملية والعلمية، ولكن لم تختفي أي من آثارها ونتائجها على حياتي الشخصية والمهنية والعلمية. فرحلتي مع الدكتور موسى الناظر لا تزال مستمرة ولم تنقطع، مما لا شك فيه أنني لن أوفيه حقه بوصفه كباحث أو حتى بوصف منهجه وأسلوبه البحثي، ولكن سأحاول من خلال ذكر بعض المواقف والعبارات التي ألهمتني وتركت أثرها علي أن أساعدكم في فهم وإدراك منهجه البحثي. لطالما شجعني الدكتور الناظر على اتباع المنهج العلمي. هذا المنهج يتضمن مراحل الاستفسار والتحقق والتحليل. كان يشدد على أهمية مراعاة التفاصيل وتسجيل البيانات بعناية ودقة، وعلى كيفية تحليل البيانات واستخدامها لاستخلاص الاستنتاجات الدقيقة وتفسيرها بموضوعية وعناية. هذا المنهج لم يقتصر على أبحاثه الكيميائية داخل المختبر، بل كان نمط حياة يعيشه الدكتور موسى الناظر في كل لحظة في طريقه من المنزل إلى الجامعة، وفي حديقة منزله المزهرة والخلابة، وفي مطبخ بيته، وغيرها من تفاصيل يومه. فقد كان هذا برأيي أهم أسباب نجاحه وتميزه كباحث. لقد تجسد تأثير الدكتور في حياتي العلمية والشخصية في عبارات بارزة تعبر عن حكمته وفلسفته، رددها أمامي في مناسبات عدة، أولها عبارة Chance favors prepared minds، الفرصة تفضل العقول المستعدة. بدأت رحلتي بهذه العبارة التي لطالما رددها الدكتور موسى وحرص على تفسيرها لي، ولا زلت أرددها بدوري أمام أبنائي في البيت وطلابي في المدرسة. فهذه العبارة تحمل في طياتها أساس النجاح العلمي، حيث يؤكد الدكتور الناظر فيها على أهمية التحضير والاستعداد الدائم للاستفادة من الفرص. فهو يؤمن بأن التحضير الجيد والاستعداد العقلي هما مفتاح النجاح في البحث، وهذا الاعتقاد لم يكن مجرد كلمات فارغة بالنسبة له، بل كان يعمل جاهداً على تزويدي دائماً بالمواد والأبحاث والنشرات العلمية لقراءتها والاستفادة منها في أبحاثي، وجعلها ركيزة قبل البدء بتطبيق فكرة في أي بحث. كذلك أذكر حرصه على تسليمي نسخة من النشرة الإخبارية الدورية التي كان يتلقاها من جامعة هارفارد، مما يؤكد حرصه على متابعة ومواكبة العلم والبحوثات الجديدة التي تسهم في تحضير وبناء الباحث والمفكر. بالإضافة إلى ذلك، كان الأستاذ موسى دائماً منظماً بشكل استثنائي، يتابع كل التفاصيل بعناية فائقة. كان حريصاً على تدوين كل ملاحظة صغيرة أو كبيرة، ولم يتركها دون تحليل أو تفسير، وهذا يظهر واضحاً في عمله العلمي. كان يعتني بجعل كل تجربة وبحث دقيقاً ومنظماً بشكل يجعل النتائج قابلة للتحليل والاستنتاج. من هنا أذكر عبارة ثانية ذكرها لي عندما حصلت على بلورة غاية في الروعة، كنت قد اعتقدت أنها للمركب الكيميائي الذي أحاول تحضيره. عندها قال لي It's too good to be true، إنها جيدة جداً لتكون حقيقة.
هنا يعكس الدكتور الناظر التحفظ والتفكير الواقعي في تقييم الأمور. إن هذه العبارة تبرز ليس فقط إعجابه بالنتيجة، ولكن أيضا حذره وقدرته على التفكير النقدي وتقييمه الواقعي للنتيجة والظروف المحيطة التي أدت بها، حيث اتضح لاحقا أنها للمذيب DMSO الذي استخدمته في التجربة وليس لمركب جديد كما اعتقد. وعبارة أخرى لا أزال أتغنى بها: A good chemist is a good cook. الكيميائي الجيد هو طباخ جيد. تعتبر إشادة بمهارات الباحث الكيميائي، حيث يظهر أن الفهم العميق للكيمياء والعمل الدقيق في المختبر والقدرة على الإبداع والتجربة وكذلك الصبر وعدم الاستعجال والتأني في العمل يمكن أن ينعكس إيجابياً على مهارات الكيميائي لتخرج به خارج أبواب وجدران المختبر وتلازمه وتصل إلى مطبخ بيته، فأسلوبه نمط حياة متصل داخل المختبر وخارجه. من الجدير بالذكر أن الدكتور موسى كان دائماً يولي اهتماماً خاصاً بالجودة في البحث لا بالكمية. كان يحثني على التفكير العميق والتحليل الدقيق وعدم ترك صغيرة دون متابعتها وتحليلها، وهذا بالتأكيد يستغرق وقتاً، فلم يكن مهماً كم نشرة علمية أو مقالاً سيتم نشره، بل ما جودة المادة العلمية المقدمة في البحث. لقد كان لذلك أكبر أثر في توجيهي نحو رؤية تفضيل الجودة على الكمية في عمل العلمي، وامتد أثره في حياتي إلى الآن. لا يمكنني التوقف دون ذكر إبداعات الدكتور موسى في الكتابة ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. في البداية الشكر للجميع، ونتمنى الصحة وطولة العمر للأستاذ الدكتور موسى الناظر، وشكراً.